شيخ الحارة والجريئة. والجريئة. مطرب رومانسي شاب، أغنية حبيبي الأولاني كانت سبب نجاحه وشهرته. كلام كتير اتقال عليه، مغرور وغاوي تقليد وداخل منافسة مع الكبير، بس دايماً عنده جديد. ضيف المطرب رامي صبري. أهلاً يا رامي. إزايك؟ أخبارك إيه؟ عندك أغنية بتقول حياتي مش تمام، بقت أيوة. تمام ولا لسه؟ لا الحمد لله بقت تمام. بقت تمام؟ لما غنيتها ما كانتش تمام فعلاً؟ هي بعد ما غنيتها بشهر دخلت الكورونا فما بقتش تمام أكيد يعني. نقيت على نفسك. وخلصنا الشوارع كلها. نقيت على نفسك يعني. لا طيب كل سنة دلوقتي طيبة إحنا... وكل جمهور بخير وكل سنة طيبة ورمضان كريم. وأنت طيب ومنورنا، وطبعاً أنا عارفة أن أنت مغني رومانسي، يا ترى الرومانسية دي بقى في حياتك ولا بعيد عنك بس في الأغاني؟ يعني لا موجودة طبعاً. موجودة. إزاي؟ أكيد طبعاً. يعني بتعيش قصص حب حقيقية؟ لا أنا متجوز بقى خلاص بقى. ما هو تعيش مع مراتك. انا ما قلتش شخص، انت ليه متخيل انك هتعيش بره؟ متجوز بقى خلاص، هو محدش بيحب مراته ولا ايه؟ لا بحبها طبعا. بتحب مراتك يعني؟ طبعا طبعا الحمد لله. دلوقتي اول فقره عندنا مثلث الخطر. مثلث الخطر. قدامك ثلاث اسئله هتقراهم في سرك، وهتختار سؤال واحد بس ما تجاوبش عليه، والاثنين التانيين هتجاوب عليهم. أوكي. الأخير هنفصل عليه في آخر الحلقة، يمكن لما تقعد معانا وتلاقينا لطاف تجاوب عليه في الآخر. أنت لطيفة على طول. اقرأ. مرسي يا حبيبي. اقرأ السؤال الأولاني. أول سؤال. السؤال الثاني. دي أسئلة من أولها كده؟ يعني على خفيف. السؤال الثالث. خلي بالك السؤال الثالث. انت هتختار واحد بس اللي مش هتجاوب عليه، والاثنين التانيين ما فيهمش حاجه، بتهالي سهلين يعني. نمره كام اللي مش هتجاوب عليه؟ ثلاثة. مش هتجاوب على ثلاثة. السؤال الاولاني بيقول لك سعرك في الحفلات والافراح اقل من تامر حسني وحمائي بقد ايه؟ مش بكتير. لا ما يعني ما اعتقدش انه كتير، لان احنا الثلاثة اللي موجودين في السوق حاليا دلوقتي. بس انت بتاخد زيهم؟ لا اقل اكيد، لان هم قبلي بكتير. تقدر تقول لنا بتاخد كام في الحفله؟ الحفله يعني بتختلف طبعا، لانه في حفلات انواع كتير، والفرح يعني سعر واحد. يعني سعر واحد. مين اللي بيحدد الاجور دي؟ انا والناس اللي شغالين معايا حسب نجاح الاسم. هو ولا لما بتسمع مثلا انه حمائي خد كذا تقول انا هاخد زيه ولا تامر؟ انا ماليش طول عمري من ساعه ما اشتغلت في الميوزك ما بركز مين بيعمل ايه خالص، ولا هو سعره ايه، ولا هو فين. يعني هو انا لو عاوزاك في فرح اللي جايه تاخد مني كام؟ انا ادفع لك فلوس واجي لك يا حبيبي. لا يعني قول لي في الفرح بتاخد كام؟ لو في فرحك انت؟ ايوه فرحي انا، لو فرح الناس يعني. لا ده انا يشرفني ان انا اغني عندك. لا بجد بتاخد في فرح كام؟ انت عايز تعرفي انا باخد كام يعني؟ عشان الناس لما تجيبك كده بقى عارفه هتدفع كام. تقريبا حوالي 100 مثلا. 100 حلو. مش كتير يعني. مش كتير على فرح يعني. على فرح. طيب السؤال الثاني اللي انت هتجاوب عليه برضو. السؤال الثاني بيقول لك الشاعر تامر حسين قبل مشكلتك الاخيره معاه قال انك ملحن اغنيه من كلماته لعمرو دياب، تفتكر عمرو هينزل الاغنيه دي بعد الخلاف الاخير على اغنيه شكرا؟ هي الاغنيه نزلت اوريدي مع عمرو دياب طبعا. نزلت خلاص يعني. نزلت في الالبوم. نزلت في الالبوم. طيب ما الخلاف كان على ايه؟ لا هو الموضوع ده يعني كان موضوع كبير شوية، وهو خلاص خلص يعني الحمد لله خلصناه يعني، وتراضينا احنا اصحاب في الاخر وزمايل وفي وسط واحد وبنحب بعض. وراضيتوا بعض في السوشيال ميديا؟ خلاص يعني. خلاص خلصتوا الموضوع خالص؟ مش موضوع يعني. وبعدين عمرو دياب اخونا كلنا الكبير يعني. طب انت ما كنتش عارف ان هو اخوك الكبير لما اتخانقت معاه في الاول؟ انا مش اتخانقت معاه، انا كانت مشكلتي مع الملحن الاغنية اللي هو كان اسمه عزيز شافعي، انه انا عارفه انت لما تلاقي سيناريو معاكي بتشتغل ايه بقالك شهرين ثلاثه ويجي حد تاني ياخده منك يديه لمخرج تاني. حصلت والله كتير. يعني بتضايق وبتحسسك ان انت الانسان ده بيستهين بيكي وبيستهين بنفسك، واحنا في الاخر فنانين
وعندنا بس لما تبقى داخل لسه جديد او يعني انت بعد عمرو بكتير وتحارب عمرو دياب لا عمري مش عمري. مش لا يعني مش ذكاء من مطرب انه حارب مطرب عمري. كبير زي عمرو دياب عمري ما حارب ابدا عمرو دياب عمري ده عمرو دياب ده تاريخ او كبير. يعني تغير منه او تحاول تبقى توصل له او تحاول ان هو يرد عليك او لا لا انا مش ولا بغير من عمرو دياب ولا بغير من حد وانا بحترم الجميع طب انت حاولت تقلد عمرو دياب ساعات حاجات كتير الناس بتقول ان انت بتحاول تقلد عمرو دياب اقلده ما انا لو بقلد ما كانش هيجي لي الجمهور الكبير ده وانا لو بقلد ما كانش حد هيسمعني يعني انت لما ابتديت تسمع اغاني عمرو دياب كنت لسه في عمر الشباب كنت صغير طبعا يعني وانت من جمهوره يعني اساسا طبعا طبعا ما هو انا طلعت لقيت عمرو دياب ومحمد فؤاد وايهاب توفيق وهشام عباس طبعا بعد كده والجيل اللي هو اللي بعد كده وهم دول الجيل مين انت جيلك اللي طلع معاك انا جيلي انا اخر واحد غنيت في الشباب طب حمائي كان معاك حمائي قبلي بسبع سنين هو وتامر حسني وانت بعد سبع سنين طب مين بعدك انا في 2007 مين غنيت مين تحطه بعدك بعدي ازاي يعني في نفس الطريقه بتاعتك طب نقعد وبعدين نتكلم تامر عاشور مثلا لا هم كلهم مطربين جامدين جدا وكلهم ليهم شكل كلهم ناجحين على فكره ما فيش حد يعني يعني الفرق بيبقى بسيط شويه لانه بيبقى سنين اكتر المكتبه اكتر الاغاني اكتر بس لكن احنا كلنا بنشتغل وكلنا بننجح يعني يعني كلنا ناجحين الحمد لله امال ليه حاسين انت دايما بيبان عندك مشاكل على السوشيال ميديا ودايما بتقول للناس عاوز تعمل ترند مع الناس أنا وحاجات أنا كده ما انت كويس اهو ومتسامح مع روحك الله يخليك لا ما عنديش مشاكل هي الناس بس في ناس شويه ناس كده يعني مش عارف مركزين معايا شويه مركزين يعني. معاك انا هاخدك على فوق دلوقتي وهنكمل بقيه حلقتنا وسيرتك على كل لسان سيرتك على كل لسان سيرتك على كل لسان بتقول انك لازم تبطل غنى عشان بتقلد عمرو دياب حاضر ايه رايك اللي قاله الفيشاوي لا فيشاوي اصله مجنون يعني معروف ان هو طاق شويه انت تعرفه على المستوى الشخصي اعرفه طبعا مش صاحبي طبعا بس اعرفه يعني شفته أعرف. اكيد في حياتنا في وليه بتقول عليه مجنون يعني مجنون بيفكرني زمان بواحد صاحبي انا كنت ساكن في المعادي زمان والمعادي كلها عيال مجانين كلها مجانين فبيفكرني بالشباب الفتره دي لا شباب يعني. المعادي هيزعل منك كده لا كلهم حبايبي صحابي كلهم يعني. صحابك يعني بس مجانين مجانين هو لاسع شويه هو لاسع طب سمعت اغنيته نمبر 2 سمعتها ايه بقى رايك فيها ما اعرفش اسماء الاغاني دي ما بحبهاش وش معنى تو عشان في 1 يعني ده احنا لسه هنعمل بقى 3 و4 و5 يعني هندخل بقى فاضي في... بيعمل اي حاجه دلوقتي اي حاجه طب ايه رايك في الممثلين اللي بيغنوا دلوقتي كل الممثلين عاوزه تغني وتعمل فيديو كليب والله بص اصل احنا دلوقتي في فتره فيها الجمهور اختلف خالص عن زمان بقى بيسمع بكذا طريقه حتى تلاقي الاغاني الراب طلعت والاغاني المهرجانات طلعت واي حد عايز يغني وعايز يمثل ويجز بقى وساكوس وحمو بيكا زي ما انا يجي كده حد يجي يقولي تعالى مثل معانا احنا داخلين فيلم يوم لا بس المطربين بيمثلوا ساعات مع عبد الحليم مثل وفريد الأطرش مثل وعبد الوهاب مثل لا وصباح مزبوط. مثلت وشاديه مثلت وفوزي بالعكس ده زمان كانت الافلام الغنائيه من انجح الافلام اللي الجمهور بيحبها مظبوط بس زمان المعايير اختلفت دلوقتي الموضوع ما بقاش فني بقى الموضوع ترند بقى وديجيتال يعني. بقى ديجيتال قوي ديجيتال. ما بقاش ما بتحسيش الموضوع بتسمعيه بودنك او بتشوفيه بعينيك بتسمع المهرجانات بس بسمعها في كل حتة طبعا بسمعها لما بس بتروح حفله يعني خاصه ما بينغنيش وتلاقي بقى بنت جيران او اعياد ميلاد وبتاع بتندمج معاهم وبقابلهم كلهم لا بتندمج من الاغنيه وبتحبها زينا احنا الجمهور العادي طبعًا. يعني ما هي اغنيه حلوه بتبقى بترقص يعني هي اغنيه هم بيشتغلوا على البيت كويس عشان هي ترقصنا و... طب انت تقدر تغني بنت الجيران يعني جربت تدندنها كده ما بحبش الاغاني دي بتحبش الاغاني لا ما بحبهاش خالص للاسف عشان انت بتغني نوع تاني يعني لا ما بحبش النوع طب ده طب اني انجح اغانيك ولا اغاني اني انجح مهرجانات لا كل الاغاني بتنجح يعني بس الاغاني الرومانسيه انا شايف انها بقتش تنجح يعني الناس بتسمعها في حالات معينه بس ما بتاخدش السكسي بتاع المهرجانات ايه تحلل ده لا هي مش كده هي الاغاني الرومانسيه الناس متعودين عليها من زمان بيسمعوا فبالتالي انا لما باجي اشتغل اغنيه رومانسيه لازم اغير في الـ في الـ في المزيكا مثلا في التوزيع فخليك تسمع حاجه مختلفه
زي انا عندي اغنيه اخيره اسمها عيوني لما قابلوني لسه نازله دي ناجحه جدا برضو من شهري كده لما جينا اشتغلنا عليها عملنا دي ترند على انغامي ها انا ترند رقم واحد لحد دلوقتي ومعايا برضو الناس اللي انت بتقولي عليهم اللي هم الشعبيين والموجودين برضو وروبي كمان وروبي وكله وويكز وكل دول كله موجودين بس هم اثنين وثلاثة واربعة وساعات انا انزل ثلاثة هم يطلعوا واحد مفيش مشكلة بس قصد ده يقولك ان الجمهور موجود بيسمع كل حاجة بس اهم حاجة الحاجة الحلوة تبقى موجودة. نروح للفيديو التاني. سيرتك على كل لسان بتقول انك غير ناضج فنيا بعد السنين دي كلها. دي حقيقة. انت موافق يعني بتعترف انت مش ناضج لسه مراهق يعني فاشل فاشل مراهق يعني ايه ردك ايه ردك لا تامر طبعا تامر طبعا غلط تامر حسين ده شاعر اكيد تسمع عليه هو صاحبي جدا يعني اخويا مفروض صاحبك بقول عليك كده ما انا هقول لك صاحبي جدا وكل حاجه وطبعا اللي هو قاله ده لانه انا نزلت بوست على الفيسبوك ان انا مش تعامل مع عزيز الشافعي اللي هو كان قاعد جنبه ملحن تاني لانه هو عنده مشاكل في فكره ان هو فنان طبعا جدا عزيز وعامل معايا اغاني زي مثلا حياتي مش تمام واغاني كتير يعني ان انا مثلا اكون شغال في اغنيه هو شايف ان هو من حقه انه يقدر يبيعها لاي حد واحنا شغالين فيها فعارف الحته اللي اتكلمنا فيها قبل لما دخلنا الحلقه الفكره دي بالنسبه لي فكره مهينه شويه يعني هو قاعد استناك شهر واثنين وثلاثه فالراجل زهق بقى يعني لا ما استنانيش ولا حاجه مين قال انه استنى شهر هو كان بيقول كده لا ده الواقع يعني يعني اكيد انت غلبته يعني خالص أكيد. والله خالص ولا هو حس انه البيعه دي احسن شويه جاي له بيعه احسن طبعا ما هو اصل هو بيجي له عمرو دياب عمرو دياب اكيد بسعر تاني باسم تاني بشهره بإيمج تانية طبعا اكيد فهو هي دي الفكره بس انه انت لازم يبقى فيه شويه يعني مش عايز اقولها عشان ما حدش يزعل مني بس يبقى فيه شويه يعني اصول ذوق اي بالظبط يعني اختار اصول ولا يعني في مبدا يعني لا اختار ما دام ادينا الاغنيه لحد يبقى الحد ده خلاص بتاعته ربنا يبارك فيها بس انت لو كنت ممكن يجي لك حاجه زي كده برضو انت وتبقى عندك يعني فرصه اكبر انك تديها لحد احسن اكيد هتعمل كده زمان قبل ما اغني كنت بلحن وكان عندي اغنيه لفضل شاكر واغنيه لعمرو منيب هي الاغنيه طيب. كان فضل شاكر نجم اكتر من عمرو منيب ساعتها وعامر صاحبي جدا الله يرحمه اديتها له اديتها لمين لعامر وعامر قال لي بصي قد ايه هو عامر انت اكيد عارف عامر قد ايه مهذب قال لي لا انا ما ارضلكش لان فضل في العالم العربي اسمه اكبر مني فانا عايزك تتشهر وعايزك تكبر فخد الاغنيه دي اديها له انا عايش في الزمن ده انت فاهماني لو انت عندك مصلحه خدها انا عندي فكره احنا اصحاب واصدقاء وبنقعد مع بعض لا الشغل شغل صح شغل عندك شغل. حق طبعا انا بس باخد الامور بعاطفه شويه انا قلبي كويس يعني الحمد لله ما بقعدش اخطط انا اخد من الاغنيه عشان ما يديهاش لا بعد كده عشان ما يروحش منك الحاجات الكويسه طب يلا بقى نسمع حياتي مش تمام ايوه يلا رجعنا من الفاصل وفقرتنا دي أبيض وأسود. أبيض وأسود. أكتر شركة إنتاج أضافت لاسم رامي صبري هي شركة عالم الفن. أبيض ولا أسود؟ أكيد طبعاً شركة عالم الفن شركة كبيرة ومحسن جابر راجل عظيم وأنا اشتغلت معاه الوحيد اللي نفذ العقد اللي مكتوب وأكتره كمان محسن جابر. خلافاتك مع طارق العريان سبب استبعادك من تقديم برنامج صولة مع أصالة هو البرنامج ده خلافات بس خلافات. أبيض ولا أسود هو طارق كان ساعتها هو المنتج اللي بينتج لي شغلي وعملت معاه أحلى أغاني حياتي وهو اللي اكتشفني وكنت فخور جدا على فكرة أنا مع طارق العريان يعني حد دلوقتي بص أنا بكلمك وأنا مبسوط وأني مش معايا أو مش معاه طب ليه ما عملش البرنامج صولة مع أصالة؟ ديني سبب بقى قولي سبب لا عملت حلقتين مع أنك غنيت مع أصالة غنيت مع أصالة دويتو غنيت مع أصالة دويتو ده كان قبل الخلافات طبعا قبل الخلافات لا ده كان في الأول خالص لما كانت لسه هي بتحب طارق أكيد
ما اعرفش. فاستجابت؟ لا استجابت يعني اللي طلبه. لا هو ما طلبش والله، هي اصاله بس من انا أول استغربت يوم. ان اصاله عملت معاك الاغنيه يعني، وانا بتفرج على السي في بتاعك قلت برضو اصاله اكيد كانت يعني قديمه واقدم منك وصوت قديم وكده، ازاي قبلت انها تعمل الدويتو ده؟ ازاي قبلت؟ ها اه طبعا ازاي قبلت، لانه دي هي كانت نجمه كبيره قوي وقتها. دي حقيقه هي نجمه كبيره طول عمرها في الاول يعني. دي حقيقه، هي حبت اصاله ان انا لما غنيت اول البوم، انا نجحت في اول البوم بس حست ان انا عايز انجح اكتر يعني، انت المفروض تاخد اكتر من انت المفروض تحط في حته اعلى من كده، هي احساسها كده. وقفت جنبك عشانك ولا عشان طارق؟ فقالت لطارق انا عايز اعمل دويت مع رامي صبري. شفت بقى، وقفت جنبك عشان طارق. ما اعرفش ليه، عشان لان إيه؟ كنت انت كان طارق هو اللي بينتج لك الالبوم بتاعك. لا ما اعرفش يعني، بس انا عارف ان اصاله يعني بتحبني. طب لو ما كانش طارق بينكم انتوا الاثنين كنت هتعمل معاك الاغنيه دي؟ اكيد لا، لان ما كانش فيها بقى فيها علاقه. شفت بقى، شفت بقى انه كان واسطه كوسه. ما اعرفش. شفت انها كانت كوسه؟ والله والله كانت كوسه. والله ما اعرف. شاطره قوي انت. طب بس قول لي ما عملتش سولا ليه؟ السبب اللي ما خلاكش تعمل سولا؟ هو البرنامج ده اصلا كان فكرتي انا، والفكره دي انا عملتها في البيت عندي، كان طارق قاعد هو واصاله وشيرين وكذا حد من الفنانين، وكان عيد ميلادي فقلت له الفكره عندي بيانو ودرامز وحاجات كتير كده مزيكا، فكل واحد قاعد على اله، فوقف انا على الباب انا وهو بقول له دي فكره برنامج طارق، قال لي تصدق صح مظبوط اتكلم كده هو. طب بس يعني دي مش مكتوبه، دي فكره كده جات لكم انتوا. انا بقول له يعني. انا بقول له الفكره دي، بص دي فكره برنامج يعني، طب ما تيجي نعملها انا واصاله يعني، فقال لي اوكي نعملها واصاله. بعد فتره بقى كبيره لقيت اصاله هي اللي بتعملها لوحدها ساعتها يعني، طلعك بره الموضوع. قال لي مشي بره. ورضيتك بحلقتين؟ لا 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 ما عملتش معاها حلقه. لا عملت معاها خلاص بقى بعد كده، بعد ما خلاص بقى كده. طب ما عملتش مشكله ليه وهي فكرتك؟ ما اقدرش اعمل مشكله مع اصاله. طيب احنا دلوقتي ابيض واسود خلصت وحنروح لفقره درجه حرارتك. 75 درجه حرارتك. احنا هنبتدي ب 37 لكن ربنا يعلم هنوصل لكام. 37 حسب، هنشوف درجه حرارتك 37. كورونا. ليه انسحبت من حفله كان البوستر بتاع تامر حسني اكبر من صورتك؟ فين دي حفله ايه؟ ممكن نعرف؟ في حفله رحتها وكان والبوستر بتاع تامر حسني كان مالي المكان وانت كان البوستر بتاعك اصغر. لا هو اللي عمل اعلان الحفله كان حاطط حد بعينه يعني كبير جدا وكل الناس صغيرين جدا. هو كان تامر؟ لا مش تامر بقى اللي عمل بس المتعهد بتاع الحفله يعني. هو اللي عمل. طب ما اكيد تامر اللي طالب بالظبط كده، فبالتالي انا ما بشاركش في الحاجات دي يعني، من اول ما غنيت من اول الالبوم اصلا ما بشاركش انا في الحاجات اللي هي اللي تطلع في انا اكبر واحد دي وانتوا كلكم صغيرين ما بعرفش اعملها دي. بس هو كان اقدم منكم اكبر واحد. ما اتحطش انا. بس هو كان قبلك بسبع سنين. ملوش علاقه، انا ما اتحطش بقى في حفل، ما تحطنيش في حفل. هما بايعين بيه خلاص، بيعوا بيه بقى يعني. انتوا تكملوا بقى، انتوا تكملوا الحفله يعني. لا كم الحفله مين؟ تكنيشن يعني. لا مش تكنيشن، كنت لسه صغيرين. لا فيش الكلام ده، لسه كان عمرك 3 سنين. كنت كبار يعني. انا الحمد لله من اول يخليك من اول الالبوم كبير الحمد لله. لا ده يخليك تاخد بالك بعد كده انت رايح فين. لا انا ماليش، انا ببصي انا دايما ما بسالش مين هيعمل ايه، ماليش علاقه بالناس. انا ليه انا هعمل عايز ايه؟ طارق العريان عشان اقول الصراحه هو اللي معلمني الحته دي. القلاطه علمك القلاطه. علمك القلاطه. لا بس هو عنده حق، هو انك تعزز نفسك، ما تحطش نفسك في حته صغيره لانك هتفضل طول عمرك صغير. هو قال لي الجمله دي والحقيقه الجمله دي هو سابني وساب معايا الجمله دي. طيب نروح للسؤال اللي درجه حرارتك فيه 40. اوكي. تامر حسين كان شرطه الاعتذار عشان ما يرفعش عليك قضيه تشهير، اعتذرت له؟ بصي هو الـ فكرة الاعتذار أصلاً دي فكرة يعني طفولية شوية يعني، بس ما فيهاش حاجة. ما تغلط تعتذر. لما أغلط. لو ما غلطتش يعني. لا ده هو اللي غلط، ما أنت شفت الفيديوهات. وبعدين مفيش بيني وبين تامر حسين اعتذار، ده أخويا يعني. أنا ملاحظة كلهم أخواتك مع أنك مزعلهم. وحبايبي وزبايلي. بس هم حبايبي فعلاً يعني. ما حبايبي. أمال ليه المشاكل اللي بتعملها معاهم؟ هو أنا والله أنا مش ولا ما محبة إلا بعد عداوة. لا والله أنا مش بتعمل مشاكل خالص خالص.
مش بتعمل شيء. لا في حالي بتعمل اكشن كده للناس بس عشان ينتبهوا لك يعني. بس انت صوتك حلو والمطربين اللي صوتهم حلو مش محتاجين الحاجات دي. لا انا ما بعملش كده. هو بس الناس ساعات بتصدر فكره ان المطرب او النجم ده بتاع مشاكل وبتاع عشان الناس تنتبه له. لا عشان الناس بتحبهوش. بالعكس تنتبه له ازاي؟ انا مش مقتنع. شكلك كده مش صادق. انا مش صادق. لا صح ممكن تعمل مشاكل وبعدين ترجع فيها وتقول مش عاوز. لا والله ما بعملش مشاكل. انا في حالي. انت في حالك. اه طب نروح بقى نعلي درجه حرارتك ونخليها 41. معاكي بقى. مين كسر رامي صبري انسانيا ووجعه قوي؟ كسرني. كسرني دي كلمه كبيره قوي. يعني اللي ضايقوني كتير طبعا في صحابي يعني. صحاب في 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 ناس بتكتشفي ان هم فجاه مش هو ده الصاحب اللي هو العشره والحب والحاجات دي اللي انت عارفاها. بتلاقيه فجاه بقى واحد تاني خالص او حصل منه رياكشن في موضوع شفتيه بطريقه طريقته الحقيقيه يعني. الحاجات دي بتكسرني انا جدا. طب غني لهم كده اغنيه اتعتاب كده. جاهز؟ جاهز قوي. اللي انا قلته ده ولا حاجة. هيعمل فيه ايه؟ اللي جاي بقى مع شيخ الحارة. شيخ الحارة. شيخ الحارة. انا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها. بقول لك ايه؟ ايه الصوت الوحش ده؟ ايه الدخل؟ هتصور وبيغني. صوتي وحش. وبيغني كمان. حد يغني وحش كده. يا جدع انت انا صوتي وحش. بقى صوتك وحش جدا. يا نهار ابيض انا قاعد متسلطن ومتكيف منك ومتمتع حبيبي. بهزر معاك. داخل تقول لي صوتك وحش. بهزر معاك. بهزر معاك. تعالى بقى ارجعك انا بقى لايامك اللي مش تمام. بقول لك ايه يا رامي؟ استاذ رامي حبيبي. لا انا شيخ. انت هتقول لي يا استاذ شيخ؟ استاذ شيخ. انت كده دخلتك غلط معايا خالص. قول يا شيخ الحاره. قول. بقول لك ايه يا رامي؟ فاكر لما رحت انت وعدويه لموزع في اول حياتك وكنت متعشم قوي فيه وقال لك انت مالكش فيها ومش نافع وصوتك عادي ومش هتنجح؟ صح. برافو عليك. ايوه صح. ده عدويه اللي قال ولا الملحن؟ لا ده محمد عدويه حبيبي بسلم عليه. محمد عدويه خدني من زمان قوي من 20 سنه كده. من 20 سنه؟ ده انت عجوز بقى. امال انت فاكرني ايه عيل صغير؟ امال عمال تقول لي عمرو دياب النجم الكبير عننا وعننا وبتاع. المهم خدني. هو عجوز انت كمان. المهم خدني وداني الموزع. والموزع ده الموزع معروف على فكره اشتغل لعمرو دياب ومحمد فؤاد كل الناس يعني. وقال لي لا انت مش هينفع تغني. قلت له ليه؟ قال لي كده صوتك وحش. سمعك يعني؟ سمعني. سمع صوتك يعني؟ مش هتنجح كمان. بس سبته ومشيت. طب قول حول حرف بدل ما انا اللي اقول. ح. دول ححين مش حا واحده. ححين. صح كده. برافو عليك. طب بقول لك ايه؟ اه. مين النجم اللي يشترط ان انت ما تبقاش موجود في حفلاته؟ صح. طب صح بتضحك ليه؟ صايع. قول. طيب ما هو صايع بس قول بس شيخ الحاره يعني. ما انا ما اقدرش. هو بيقول حاجات تخص ناس ما اقدرش. بس دي اكيد حاجات معروفه بس يعني. بس ما ينفعش اقول لحد يعني. ما ينفعش اقول اسم مطرب او اسم ملحن او اسم. ما ينفعش. لا بس لو حاجات معروفه ازاي؟ هو انا بجيب حاجه معروفه برضه؟ لا ما انت حالات معروفه عند الشيخ الحاره. فلازم يقول. لان لو هو ما قالش انت هتقول. لا هو بيتكلم عن موضوع يخص مطرب معين انه كل ما بنشتغل في حفله يقول لا انا لوحدي يا اما ما يجيش معايا. ده من الصف الاول ولا من الصف الثاني؟ من الصف الاول. من الصف الاول. اول قوي ولا الصف الثاني؟ بقول لك ايه؟ ما تقول اسمه. انت خايف منه ولا ايه؟ خايف منه. بتخاف؟ انا مش جاي. انا ما بحبش اغلط في حد على فكره يعني. ما بحبش. هو لو هو عايز يقول حاجه بيقولها طبعا وهرد عليه. بس انا ما اقدرش اقول اسماء لان كلهم زمايلي ما اقدرش اغلط فيهم. طيب انت جاي واخد حكايتك مع الحا موزع حا مغني حا. ماشي. ما بيحبونيش. هو ما بيحبش حرف الحا. طب حاسب. عندك ايه؟ عندي كل خير. قول حا.
اها. عمال تقول طارق العيران حبيبي وعلمني كتير، وانت في الاخر شايل منه. ليه؟ مين قالك انا شايل منه؟ شايل منه. ايوه انت عرفت ازاي؟ دخلت جوه قلبي يعني. طب اقول لك على حاجه حلوه. اتفضل. انت سبت طارق العريان عشان انت ماشي في كل حته بتقول ان هو سرق منك برنامج صوله، ولسه قايلها من شويه بس ما قلتهاش بالشكل ده. انما انت ما بينك وما بين نفسك وما بينك وما بين اي حد بتقول ان هو سرق منك فكره برنامج صوله. سرق مني؟ اه. لا ما تتكلمش عليه كده. ليه بتتكلم عليه كده؟ ليه؟ ما ينفعش تتكلم على طارق العريان تقول له سرق. طارق العريان ده مخرج كبير. انا اقول زي ما انا عايز. لا. انت تخاف تقول براحتك. لا انا ما بقولش على حد اصلا كده، فانت ما ينفعش تقول على طارق العريان سرق. خلاص خد منك فكره برنامج صوله. طب ايه المشكله لما ياخد؟ ما ياخد هو اللي هو عاوزه. انت عايز ايه يعني؟ مش ما اداك انت الصابونه بعد كده يا عم. اديني. ايه المشكله؟ انا مبسوط. خلاص هات اللي بعده بقى. وانت متعود الضحك عليك كل شويه ولا ايه؟ فاكر اغنيه مش عايز غيرك انت؟ مالها؟ اه بتاعت شيرين. اه الاغنيه دي اتكتبت باسم حد للحن بتاعها غيرك. ايوه صح. طب امال ايه بقى؟ انا بتكلم في حاجه غلط دلوقتي؟ لا شاطر انت والله. هي اغنيه مش عايز غيرك انت كانت لحني، وفكرتني بامس دي زمان قوي. عارفها؟ مش عايز غيرك انت. هي لحني والله بحبك انت. اه وبعدين كانت بتاعت شيرين، وبعدين شيرين كتبتها باسم محمد مصطفى. وانت وانت عادي كده؟ وانت اللي بقى. وانت اللي ملحنها لها ومديها لها وكتبتها باسم وانت سكت خالص؟ اه يعني عمل لشين ايه يعني؟ ده بيتسرق على طول يا شيخ الحاره. معرفش انت اي حاجه كده. طول النهار بيتسرق وهو قاعد في اسمه. هو بريء. هو بيبين لنا انه بريء يعني. بيتسرق وهو بريء. لا ما دي ما هو هو اللي بيقول. هو انا اللي بقول. ما هو اللي بيقول. ما انا بقول حاجات غلط. ده بس برافو عليك، بتجيب معلومات انت ما حدش عارفها والله. شاطر. بقول لك ايه؟ شاطر. اخبار الملحن اللي بتنطط عليك ايه؟ انا واحد فيهم عشان هم بقوا كتير. سبب نجاحك. سبب نجاحي؟ اه. لا هو سبب نجاحي ربنا مش اللي خيره عليك. اللي خيره عليا ربنا مش حد. من بعد ربنا يا سيدي. اه مين اللي عمل لك اغنيه كسرت العالم؟ كسرت العالم. ها مين يعني؟ مين يا شيخ الحارب؟ انا بتكلم على اللي بيتنطط مش اللي بيتعامل معاك كويس دلوقتي. مين اللي بيتنطط؟ ما فيش حد بيتنطط. شوف انت مين بقى بيعاملك وحش وبيتنطط عليك وما بيردش عليك. لا ما حدش بيردش عليا كمان. ما بيردش عليه في التليفون بيطلبه ما بيردش عليه. لا ما حدش يقدر يتنطط عليا الحمد لله. طب اول حرف من اسمه عين. عزيز شفا يعني قصدك؟ لا لا عزيز شافعي محترم جدا يعني. هو بس كان وانا قلت ان هو مش محترم. ده الراجل زي الفل. ما انت بتقول بيتنطط عليه ليه يا شيخ الحارة؟ اقول له يمكن مش عاوز يقول لنا. هو عارف انه العلاقه مش تمام. انا اللي عارف ولا انت؟ الدنيا مش زي الاول يا ابني. يا عم انت بتنرفزناش عليك. ما انا نفسي تتنرفز عليا وانت بتتنرفز. لا هو عزيز شافعي كانت المشكله بتاعت اغنيه شكرا وخلصت خلاص يعني. هيشتغل هو جاي هنا مخلص كل مشاكله. اه يعني انت جاي تتكلم في حاجات خلصت. انت جاي متاخر. ايوه خلصت قدام الناس. امال عايزه تخلص؟ انما في قلوب بعض ما خلصتش. في القلب. في القلب. لا انت انا بقول لك اهو. انا بقول لك اهو. لو اشتغلت مع عزيز الشافعي تاني اطلع قول لي يا شيخ الحاره انا اهو بشتغل مع عزيز الشافعي. انا بقى عندي معلومه ان هو مش هيديك اغاني تاني. مفيش مشكله يعني عادي برضه. انا هشتغل يعني. لو هو مش عايز يديني اغاني انا هشتغل اكيد مش هقف. انا بقول لك اخر اغنيه لحني. ماشي يا عم. فاهمني؟ واول اغنيه عملتها في حياتي، اول البوم عملته في حياتي لحني حبيبي الاولاني. وغمضت عيني وكلمه وكل الاغاني اللي عملتها في حياتي واغاني اللي لحنتها لاصاله ولشيرين عزيز عمل لك والفضل إيه؟ شاكر وكل الفنانين الالحاني. ها عزيز عمل لك ايه؟ عزيز عمل لي اغاني جميله. عمل لي حياتي مش تمام وحياتنا بقت مش تمام. مش تمام.
عمل لي اغنيه اسمها هد الدنيا، قول لي عايز ايه وانا اجيب لك، ولا عايز نتشقلب لك، ده انا هد الدنيا عشان ثانيه بس عشان ايوه كده خليك لذيذ كده، خليك لذيذ النهارده. اصل مش عايز يسخن معاك خالص. لا مش هسخن معاك، مش هديك ماتيريال، بتلاقش مش عايز يسخن معاك خالص يا شيخ الحار. لا مش هسخن معاك. بقول لك ايه، انا جبت لك الخلاصه، انت قاعد عمال تكتم في نفسك وعايز تحافظ على شكلك قدام الناس، انما انت من جوه بتغلي. ليه بغلي؟ كان نفسه يرد ردود غير دي. ليه يعني كان نفسه يرد ردود ازاي يعني؟ ان ترد الردود اللي هي يعني، بس انت طالع مؤدب. طيب كويس ان انا اطلع مؤدب، انا اخلاقي كده. بقول لك ايه، انت متخانق مع تامر حسين وعزيز الشافعي. ايه اللي دخل ايمن باغت قمر في الحوار؟ معرفش والله العظيم. هو صاحب مين فيهم بقى؟ هو صاحب عمرو دياب اساسا. فلوس دعوه بالثلاثه يعني. انت كده رديت صح؟ بالظبط. بقول لك ايه يعني، ارد انت عايزني اقول ايه؟ طيب مش عارف، انا بسالك، انت كده رديت خلاص. بالظبط كده، خلاص انا رديت خلاص. وقع اهو، وقع ومحدش سمع عليه. قال لك صاحب عمرو دياب يعني، ما جاب واحد ملوش دعوه بالثلاثه يعني. ايوه ايمن باجت قمر انا وعزيز الشافعي عم بيتخانق مع بعض. طب انت دخلت تكتب ليه اصلا؟ تعرفني منين يعني؟ عارفني ولا عمري اصلا كلمته ولا اشتغلت معاه ولا هو اشتغل معايا ولا ليه علاقه بيه اصلا؟ اخري معايا من باقة امر انه بسمع ان هو شاعر جامد. شاعر بس، ما فيش اي حاجه تانية. بتسمع؟ بتسمع؟ لا انت مش عارف يعني. بسمع دي يعني عارف يعني، قصدي يعني، يعني قصدي سمعته. بالنسبه لي هو صلح لك سمعته. ان هو شاعر كبير. بسمع ان هو كده، هو شاعر جامد، هو فعلا شاعر مهم يعني، مش واحد طبعا. فتدخل في الموضوع بتاع تامر، كاتب بوست كده ملوش اي لازم الحقيقه يعني، قال لك لازم يرفعوا عليه قضيه ولازم ياخدوا. دخلت الرد اهو، لقيت لك رد يعني يا شيخ. امشي بقى، قفلت. لقيتك رد اهو، عملت اللي عليا انا كده. غني لنا حاجه قبل ما تمشي. ما تغني يا شيخ الحاره كده. لا طب اقول لك حاجه، هو يغني وانت ترقص. يلا موافق. يلا، هو بيرقص حلو شيخ الحاره. رامي، رجعنا من الفاصل، والفقرة دي ماذا لو؟ ماذا لو؟ ماذا لو كنت نقيب الموسيقيين تدي تصريح لحمو بيكا يمارس الغنى؟ حمو بيكا؟ أيوة. أصل هو حمو بيكا ما بيغنيش. ما بيغنيش، ما بيعمل إيه؟ بيأدي يعني، يعني زي الراب كده، ما بيغنيش. هو ناجح، الناس بتحبه ومكتسح. الناس بتحبه عشان فيديوهاته وكده، عشان فيديوهاته. هو طيب، هو طيب، انا بحبه. لا طيب، والناس هتحب مطرب عشان طيب يعني، طيب يعني بسيط كده، والناس بتحبه عشان دمه خفيف وكده، فاهم يعني؟ بتقارنه زي شعبان كده؟ لا لا لا، ازاي؟ لا شعبان عبد الرحيم ده كان مطرب زمان كبير يعني. شعبان عبد الرحيم مطرب كبير؟ كان مطرب طبعا زمان. زمان يغني يعني. يغني. طب هتديله تصريح ولا مش هتديله؟ مش هديله تصريح غنى، لان هو ما بيغنيش. انت ما عندكش في ايدك غير تصريح غنى. لا اعمل له شغله ثانيه. تنقيب الموسيقيين. اقول له دي جي بقى ولا بتاع ولا يعني. دي جي؟ اعمل ايه طيب؟ طب وشاكوش؟ لا شاكوش بيغني. شاكوش بيغني صوته حلو طبعا. فيعني انت هتدي شاكوش؟ لا. بس مش هتدي حمو بيكا، ده هيزعل منك جدا حمو بيكا. بالعكس انا بحبه جدا والله. يوه انت كلهم بتحبهم بقى. لا مش معقول بعد ما تقول اللي تقوله وتقول انا بحبه. لا ما انا بكلمك على لا بكلمك بجد يعني، انه المزيكا اصلا ما فيهاش هزار يعني، مش عارف اهزر مع بعض في المزيكا. انت حمو بيكا ما بيغنيش، يبقى هديك تصريح غنى ازاي؟ يعني نقيب الموسيقي رامي صبري مش هيدي تصريح لحمو بيكا، بس هيدي لشاكوش. بالظبط كده، ده تصريح من شيخ الحاره للجمهور، ومستنيين بقى اللي هيحصل لك. ليه هيحصل ايه؟ نشوف السؤال اللي بعده. ماذا لو كنت في لجنه تحكيم وتختار بين الاصوات دي، رامي جمال، تامر عاشور، محمود العسيلي، تقبل مين وترفض مين؟ لا كلهم حلوين جدا، ما اقدرش انت دبلوماسي، انت جاي النهارده انت مش عارف البرنامج ولا ايه؟ هتختار واحد، بلاش الدبلوماسيه دي. بحب محمود العسيلي لانه بيعمل مزيكا دماغه حلوه في المزيكا. يعني هتختار محمود العسيلي؟ عشان بيعمل مزيكا مجنونه كده. حاجه خاصه مختلف بيه. مش بيغني بس يعني، هو بيعرف يعمل مزيكا حلوه. السؤال اللي بعده، ماذا لو شيرين عبد الوهاب واصاله طلبوا منك نفس اللحن، تديه لمين؟ شيرين مطربه جامده جدا وحبيبتي وصديقه عمري وكل حاجه، بس اصاله من نفس البيت. الفقره دي خلصت
ونروح لفقرة جديدة. الحمد لله الحمد لله. عدو ولا حبيب؟ ولا حبيب؟ عدو ولا حبيب؟ كله ضرب كده. هنحط لك صور وهتقول الصورة دي عدو ولا حبيب، ومش عاوزين دبلوماسية، ومش عاوزين انت مش موظف وزارة الخارجية. يلا نحط أول صورة. أصالة؟ أصالة عشق مش حبيب. عشق طبعاً. حب بقى كبير حبيبتي. حب كبير. ست أصيلة وجدعة وتحب أصحابها وقلبها حلو. الصورة اللي بعدها هاني شاكر. لا ده جميل بحبه جدا لانه هو نقيب. عدو ولا حبيب؟ لا طبعا. هو طبعا نقيب الموسيقيين ومطرب كبير و... فعش بعدو. ما ينفعش بقى. اعترفت. شفت هنا انت حبيبي. انت هنا دبلوماسي. دبلوماسي فنان كبير. فنان كبير قوي. طبعا فنان كبير وعظيم ومطرب جميل وانسان جميل وعلى خلق عظيم زي ما بيقول. نشوف الصوره اللي بعدها. طب انتوا انتوا جايبين كل الصور الحلوه هيبقى عدو ازاي؟ طبيعي لازم ابقى بتكلم حقيقي يعني. ده حبيبي كمان ده. بعد ما رحل ده عننا ده اكيد حبيبي ده. وده اكتر واحد كان اول لحن ليك. كان اول. كان دايما يقول لي انت هتشتغل مغني وهتنجح وهتبقى نجم كبير. كان يقول لي كده على طول والله العظيم. وقال لي وانت بتشتغل وبتنجح اوعى تدوس على حد. كان يقول لي الجمله دي. تفتكر لو كان عايش كان هيكون مكانه فين وسطكم؟ كان هيبقى في نفس مكان. مش هيكبر اكتر كنجم يعني؟ كان مطرب. أيوة يكبر اكبر. لا مكان. لا يكبر قصدي يعني نفس مكانه يعني ما كانش هيقل قصدي. الصوره اللي بعدها عمرو مصطفى. عمرو مصطفى صديقي. صديقي المجنون. عدو ولا حبيب؟ المجنون. لا ده حبيب قلبي. ده حبيب قلبي. من اهم الملحنين. بس مجنون برضه طبعا. مجنون وده احلى حاجه فيه. طب انت عاقل ولا مجنون؟ لا انا عاقل ومجنون. لا يعني ايه عاقل ومجنون؟ يعني النهارده جاي لك عاقل تغلب يعني. مين ممكن... اللي يغلب اكتر المجنون ولا العاقل؟ لا العاقل دلوقتي لانه انا كبرت. كبرت. انت برج ايه؟ حوت. حوت. انا حوت كمان. بجد؟ والله حوت. طلع حوت مش هيعاديك خلاص. مش حوت احنا خالص. من دلوقتي بقينا اصحاب. في اخر الحلقه اصحاب. لا ما تفتكر. لا لا كلامي ده ما تاخدوش. صح. لو كنت عرفت من اول حلقه كنت خففت عنك شويه. الصوره اللي بعدها شيكا. شيكا الزمالك. شيكا بالا. يس نمبر 1. انت زملكاوي؟ انا زملكاوي. انت مش خايف تخسر جمهور الاهلي؟ ليه جمهور الاهلي؟ مفيش مطرب عمره يقول انا كذا. يقول لا انا بقول. لا انا بقول. بس انت قلت انك متنازل عن زملكاويتي. قلت كده مره. جننت كده مره. قلت كده. جننت. رجعت تاني. طبعا بعدها بس ساعتين. يعني انت المفروض تاخد الجمهور الاثنين يعني الاهلي والزمالك. صح. الاهلي جمهوره كبير يعني. لا الاهلي جمهوره كاب عظيم ونادي محترم جدا 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 على فكره. بس انا عشان عندي الاصول من زمان جدي وكده واهلي في ناس منهم زملكاويه كتير فانا طالع عارفه مع الاهلي. لو قدامك فرصه تنتقم من حد تنتقم من مين؟ من اللي جاب لي البرنامج. من اللي جابك البرنامج؟ يعني مش مني. لا الحمد لله من اللي جابك البرنامج. انت جيت برجليك يعني. انت مخرجه كبيره وعظيمه وفنانه كبيره. انا هخليك تمثل. اي حد يتشرف يبقى معاك. لو انا اوعدك لو اخرجت هخليك يعني. انا جاي البرنامج ده عشانك والله اساسا. والله بجد. مراتك اللي وافقت على فكره. هي وهي معاك هي بس هي اي حاجه. تنتقم منها يعني؟ لا عموما فقرتنا خلصت وهننزل تحت نكمل اخر فقره في حلقتنا بعد الفاصل. اوكي. رامي قبل ما نروح لاخر فقره عاوز اسالك تقول لي مين خمسه وخميسه. خمسه وخميسه؟ يعني عشان ده الموسم الخامس بتاع شيخ الحاره والجريئه. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. يعني اولا عايز ابارك لكم على البرنامج. اصلا برنامج كبير جدا وناجح. طب بتقول جدا. بقى لك خمس ايام قاعد تتفرج عليه كل يوم عشان جاي هنا. بقالي كنت في دبي بقالي خمس ايام. اتفرجت عليه وجيت. والله العظيم. ده جريء جدا. عشان كده بخلي بالي من كل حاجه. مبروك على البرنامج بقاله خمس سنين ما شاء الله. فيك. دايما يبقى على طول في نجاح. خمسه وخميسه ده لفظ شويه ستاتي شويه بس انا ممكن اعمل اقول لك انه خمسه وخميسه دي ممكن تتقال لاي حد يعني حقود او حسود او باصص لغيره دايما. مش مع حد. مش مع فكره ان في حد يبص لنجاح غيره يعني. ما بحبش الشخص ده.
متحبش الشخصية خالص. طيب هنروح لآخر فقرة وهي اللحظة الحرجة. اللحظة الحرجة. اللحظة الحرجة. رامي هترد على السؤال الأولاني ولا مش هترد عليه؟ هو أنا ممكن أجاوب عليه بس عشان عندنا عقاب، لو أنت ما ردتش على السؤال في عقاب لي. تحب العقاب تعرفه إيه هو؟ أنا عاوز أجرب النظارة. النظارة اللي أنا قلت لك عليها. نجيب النظارة أسامة؟ عايز أفهم فيها إيه بصراحة. لا يا لا ده أنا عندي فوبيا من الموضوع ده. أنت عارف إن أنا عندي فوبيا من الأدوار العالية أصلاً جداً. بذكر أسامة لأنه ممكن يحصل له حاجة. عموما إحنا خلصنا البرنامج لو حصل لك حاجة. لا مش هقدر مش هقدر. كنت هقول له إحنا خلصنا البرنامج لو حصل لك خلصوا بقى البرنامج. أنت شرفتنا وحلقة جميلة وأنت أكيد محبوب وكل الناس بتحبك وإحنا بنحبك ولو ضايقناك بنعتذر لك. لا ولا يهمك حبيبتي، أشكرك، أنا اللي بشكرك. مشاهدينا حلقتنا خلصت وبكرة حلقة جديدة.